ان شاء الله ذكريات ديال الماتش ديال فيتا كلوب ديال الفينال العام اللي فات، عطينا 3-0 في الالي والحمد لله كانت نتيجه زوينه حتى في الروتور وجبنا الكاس. اليوم غير اليوم تشامبيونز ليغ ماشي لاكاف، عشنا داك الشيء في لاكاف العام اللي فات. اليوم ان شاء الله رحنا مأهلين في الربع نهائي تشامبيونز ليغ. مبروك علينا كاملين، مبروك على الرجاويين كاملين بالتأهل هذا. غنمشيو نعيشوا الاحتفالات، نقدر نقول احتفالات ماشي ماتش. اليوم احنا ضامنين التأهل ديالنا، ضمناه في رادس كيف قلت لكم الدراري. نتمنى ان شاء الله ان الماتش يجي دوز في هذه الاجواء تكون زوينه بزاف ونتمتعوا ان شاء الله، تمتعوا حتى نتوما معايا في هذا الفلوق هذا وفي هذا الفيديو هذا. انا دابا في طريق التيران ان شاء الله لي زامي، خليكم معايا انا في طريق التيران دابا تقريبا باقا شي ساعه ونص الماتش. نحاول نتلاقى مع الدراري العسران اللي كانوا معايا في تونس، نسلم عليهم ونتلاقى معاهم وندخلوا للتيران اونصومبل. نخليكم معايا لي زامي، الي تشوز الدراري. حنا وصلنا دابا لدونور ان شاء الله غندخلوا للتيران دابا. معنا موعد كان معنا في تونس، موعد تبان لكم الماتش اليوم اخويا مربوحه، واخا الماتش ما عنده تأهمي ولكن ان شاء الله. واش عقلتوا على موعد اللي كان معنا في تونس ولا باقي نشجع عليه؟ حنا اللي كندافعوا على القضيه الفلسطينيه. تبان لكم موعد اليوم ان شاء الله الرباح، احنا راه ولفنا الرباح صافي. دونور اللي جاكي ياكل، دونور اللي جاكي ياكل العصافير. هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله انه يدوز واحد الماتش زوين، عشان الاجواء تكون زوينه ان شاء الله. خليكم معايا نتلاقاو دابا في دونور. ماركه بانو كما شفنا سونترا كوفرا بيت الاول الحمد لله دقيقه 3. المهم انا نربح اليوم واش بغيت نشد النقاط كوما السعر هذا ان شاء الله. برافو برافو، سير اخويا الله سير، ما كاينش اور جهز
برافو برافو برافو. يلا بتولي يلا اخويا. يلا لعبنا اخويا.